لا 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 خفتي الله ولا حسبت حساب حب الدمع وقلبي وخطيتي خفتي الله ولا حسبت حساب حب الدمع وقلبي وخطيتي شرد اقلج غير وانا مسافر لديرة غروب مشكورة تردين الصدر ما قصريت مشكورة تردين الصدر ما قصريت. تسلم استاذ فؤاد، هاي الأغنية للحبيبة النغم ايش غنيت له؟ في وقتها يعني نغم كانت صغيرة السن يعني، وكنت أبعث لها، أنا كنت في الكويت أبعث لها ملابس حلوة فلوس كذا، فأقول لها يعني شو على التليفون، فأقول لها تقول لي بابا أنا ما أريد كل هذا، أنا أريدك أنت، وتبكي بالتليفون هي صغيرة طبعا. فكتبت، أنا كتبت على أحد ألحان الفنان ناصر حكيم، هي يا بنيتي لا تعتبين، اسمع سمعنا، هي اريد اسمعها. يا بنيتي لا تعتبين، يا بنيتي لا تعتبين، مبعد تراني البنت ولي ابوي غصبا علي تدرين، غصبا علي تدرين، دهري رماني البنت ولي ويلي ويلي يا ماخذ القلب مني ويل ويل. الله الله استاذ. هي طبعا اللحن قديم للفنان ناصر حكيم رحمه الله عليه، بس انا ظل لحن بمخي فرتبت عليه هاي الكلمات من كتاباتي يعني دارميات. استاذ فؤاد، لو ما كنت مطرب شنو كان تصير؟ انا لو ما كنت مطرب اكون مطرب. بس لا يعني الحقيقه كان عندي ولع بال اصنع الاشياء يعني، من الطين الصناعي، من الكرتون، من الاشياء، كان ممكن اكون مهندس يعني، كان ممكن يعني، عندي كانت رغبة بهاي الأشياء الميكانيكية أو التصنيع أو من النوع هذا. بس أنا الفن والرياضة يعني أخذتني مبكر، بديت بالرياضة أنا وأنا بالمتوسطة يعني، ألعب كمال أجسام في نادي الشروق في البصرة، وفي نادي الميناء المعقل موسيقى يعني، هكذا كان دوري أنا يعني. فعشقت الموسيقى والرياضه بان واحد بنفس الوقت يعني. بس عرفناك اخيرا ممثل. اي مثلت، انا مثلت حتى بالمتوسطه يعني، ادوار عديده مثلت يعني، مو رئيسيه، ثانويه يعني، كان مثلا اكون صانع حلاف في المسرح الشعبي، كان اكون جاريه في مسرحيه مثلا شهرزاد، او يعني هسه استاذ فؤاد اذا عرض عليك دور للتمثيل تمثل؟ طبعا امثل، انا نضجت تجربتي في اوبريت بيادر الخير، وفي اوبريت المطرقه، ونيران السلف، واخيرا في امريكا اختارني الدكتور عبد المطلب السنيد في اوبريت اخير كان للاسف عرضنا هناك يعني، اسمه الشمس تشرق من هناك، تحكي حكايه اللاجئين اللي انضربوا ضربتهم القوات الأمريكية بوقتها في زمن صدام حسين يعني. مثلت أربع مسرحيات تقريبا، مسرح غنائي يعني، مو عادي، مو مسرح عادي. السينما بدأت مبكرا لكن لم يكتمل الفيلم كتجربة كانت عندنا في البصرة، وما كتب لها النجاح يعني، ما كملنا. كان فيلم سينمائي اسمه الحنان القاتل، واتمنى انه اختم حياتي في فيلم
روايتها لعبد الرحمن منيف شرق المتوسط. كلش انا راغب في هذه في هذا الكتاب ان يتحول الى سيناريو لفيلم وحوار وقصه، تكون انت بطل هذا الفيلم. اي لانه هي موضوعها كلش عظيم. استاذ فؤاد، ما هو دورك بالمعارضه؟ دوري بالمعارضه، والله شوف انا ما عندي هاي الحسابات، انا عندي شغله واحده، انا عندي انه الغلط ارفضه وما احب يملى علي شيء، يعني مو بارادتي. ففي زمن النظام السابق اضطهدت وحوربت حتى اني من كثر الاستدعاءات الامنيه شكل عندي مرض السكري، يعني انا في زنزانه واذا اسمع الصريخ العذاب والتعذيب، ما اقول لك انضربت لا، بس سمعت الأنين والألم من المعتقلين الآخرين. يعني فالسياسة أو المعارضة اللي تعرضتها كأي إنسان يقول لك ساكت عن الحق شيطان وأخرس، فأنا ما كنت أحب أكون شيطان وأخرس. عفت العراق وغادرت؟ أنا ما عفت العراق، العراق بقلبي، أنا أكرهت على ترك العراق، ماكو واحد يعوف العراق، العراق حياتي، شريان حياتي، شراييني كلها العراق، تجربية بجسدي، بلدي هذا، حبيبي، هذا العشق اللانهائي. وزرت العراق بعده؟ زرت العراق بعد سقوط العهد المباد، و رحت للبصرة؟ كانت المأساة انه صدمت، يعني انا كفنان كسياسي او خلينا نحكي، لقيت مدينتي مهدمة البصرة،